الأم الفلسطينية ليست كأي أم، الأم الفلسطينية هي امرأة صابرة قادرة على أن تضحي من أجل أن تخلق يعني جيل نابض حر أبي عصي على الانكسار، فهي لا تنعم بالأشياء التي تتنعم بها المرأة العادية. فالأم الفلسطينية تعاني الكثير من الويلات، تمر في كثير من المراحل والمعاناة خاصة في ظل الاحتلال، رغم أني أعلم أن الاحتلال أدخل المرأة الفلسطينية التاريخ عبر بواباته الواسعة. أنا أذكر أنه الناس كانت تنتظر الأيام السعيدة واللحظات السعيدة، وهم كانوا يقتنصون في هذه اللحظات حتى ينغصوا علينا. يعني لم يكن هناك يمر علينا يوم مثلا عيد أو مناسبة كنت أضع فاكهة العيد والحلوة لصباح العيد، وكنت أتفاجأ بأنها في منتصف الليل تكون تداس تحت بساطير الاحتلال. فالوطن غالي، وأنه أنت تكون إنسان وطني ليست هي عبارة عن كلمات أو حروف منمقة، والبطولة ليست بالكلمات أو بالتصفيق. لا أذكر أنه إحنا نمنا ليلة كاملة، لا أذكر، رغم أنه قطع راتبنا، ورغم أنه يعني أنا فصلت من وظيفتي وعدت عن طريق المحاكم، وبرغم ذلك ورغم أنهم أصبحوا خمسة في الجامعات ولم أحصل حتى على منحة دراسية واحدة للخمسة، ومع ذلك يعني كان لدينا إصرار وعزيمة بأن الحق باقي، وأن القوة والإصرار هي تأتي من داخلك. والحمد لله عز وجل جابوا معدلات متفوقة في الثانوية العامة، التحقوا بجامعات تشرف وترفع الرأس.